السؤال هلأ يعني شو ليه قرر الدكتور جعجع يصعد هالقد بوجه حزب الله بلحظة كانت مبادرة الاعتدال ماشية وكانوا عم يبرموا وراحوا عند الحزب وهن عم بيقولوا انه سمعوا جواب انه في عندهم استفسارات وهذا شيء مشروع بالسياسة وانه بدهم يروحوا يناقشوها لانه هن بيناقشوا عندهم مجلس شورى وعندهم مجلس سياسي وبدهم يرجعوا يردوا خبر. ما الذي استدعى رفع السقف؟ وين سمعته عم بيقولوا انه نحن سليمان فرنجية وما في غير سليمان فرنجية والبيان الشهير يعني اللي طلع من يومين ثلاثة؟ لأن هذا الموقف تبع حزب الله. وين سمعته؟ بالإعلام كله ما في حدا بيحكي باسم حزب الله إلا ما قال هالشي هيدا، والحزب كان دايما مصرح بهالشي هيدا، والقنوات التواصل وصلت معلومات بهالشي هيدا للناس اللي عم يتواصل. يعني قنوات التواصل أكثر من هيك ما حقلك، بس نحن أساسا ما عم نصعد على حزب الله. كيف يعني قنوات التواصل؟ ليش حزب الله دايما الأخير بده يكون بالنقاش؟ ليش هو آخر واحد استقبل الاعتدال؟ شو يعني قنوات التواصل؟ يعني قنوات التواصل الاعتدال وصلت لكم خبروا يعني عم يوصلنا كثير معلومات انه ما في نيه يعني للتراجع عن هذا الموقف، انه الاعتدال خبروكم من بعد لقائهم مع الحزب. لا لا لا، ماش الاعتدال هلا تحديدا ولا قنوات رسميه، ولكن وصلنا كثير معلومات من الاعلام، من الخطابات، من البيانات، من المقابلات الفضفاضه الطويله يلي اعطت كل الرسائل قبل ما يصير الاجتماع. واخر شيء صار الاجتماع، يعني كان يعني ما بعرف اذا كان رح يصير ولا لا مع الاعتدال، كتله الاعتدال، وكان عم يوصلنا كل هالاصداء وقراءه واضحه لهالموضوع. بغض النظر نحن ما عم نصعد على حزب الله، يعني اللي عم بيصير هو فقط استتباع له ووقف واضح منا تجاه حزب الله، مش شيء جديد يعني، ومش انه خلق امبارح هالموضوع من بعد ما لا موقفكم معروف طبعا من موقف الحزب، انا عم بحكي توقيت الموقف. كل جمعه في بيان او موقف على حزب الله يعني. ايه بس هلا ايش بدي انه لازم لانه في مبادره نسكت، ما نقعد نحكي عن حزب الله انه تنطروا المبادره. ايه طيب ليش ما بوقف الحرب حزب الله كمان هو ناطر المبادره؟ ليش مكمل حرب وقصف؟ الحرب موضوع تاني، وقال وطلع قال السيد انه الحرب شيء والرئاسة شيء، ما تربطوا ببعض. هو جاوبكم على فكرة لانه هو قال انا عندي سلاح ما بدي استعمله بالداخل، وانا عم بيقولوا لي انه انا بفرض رئيس، ما بدي افرض رئيس. انا عم بسألك مثل ما عم تسأليني سؤال فرضي، انا عم بسألك سؤال فرضي اخر، مين قال هو مش رابط الحرب برئاسة الجمهورية؟ عم بيقول هالشيء هذا، بس الحرب مستمرة وكل شوي حدا بيقول لنا والله في أولوية هلا موضوع الحرب والقصف على لبنان، منشوف الملف الرئاسي شو بنعمل فيه بعدين، أو في حرب بس بدنا رئيس جمهورية يساندنا بحروب مستقبلية مثل هيدي، شفتوا بدنا كذا يعني. لا الربط عقول قائم، ولو قالوا مش قائم بس الربط قائم. فإذا هو ما وقف أعماله العادية البزنس از يوجوال، ونحن ما وقفنا مواقفنا العاديه بغض النظر عن المبادره، نحن رحبنا بالمبادره والمبادره قائمه. يعني هل لانه في مبادره لازم نبلش نعمل كمان تنازلات عن مواقفنا؟ لا مش تنازلات، انا اقصد خلينا بس نشوف شو جوابهم على المبادره. هن بيتاثروا يعني بالكلام اللي بنقوله انه بياخد على خاطرهم وبيبطل بدهم رئيس جمهوريه، يعني ما فهمت. لا لك ليه؟ لانه اليوم في جو بالبلد انه يجب التوصل الى انتخاب رئيس جمهوريه، وقرئ لا لا بس قبل ما نكمل لا يجب التوصل إلى رئيس الجمهورية الصحيح الذي يحمي الدستور، مش حيالله رئيس جمهورية، لأن إذا حطينا براسنا بدنا حيالله رئيس جمهورية مش حيالله رئيس جمهورية كذب. يحمي الدستور اللي بدك إيه، بس قرأ موقف القوات على أنه يعني كان توقيته بين مزوجين مريب، أنه ليش أنا عم تقطع الطريق على الفرضية. برفض الفرضية، نحن حقنا نعطي رأي الناس اللي انتخبونا بأي وقت اللي كانوا، بأي توقيت اللي كانوا، بأي لحظة اللي كانت، حقنا نعبر عن رأينا بأي موضوع اللي كانوا، بأي معلومة تصدر بالإعلام أو عن جهة معينة. يعني أنتم بتتكلوا على الإعلام لتعرفوا موقف الحزب؟ لا ما قلت لك بنتكل على الإعلام وعلى الـ 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 المعلومات يلي عم توردنا من اللي عم يتواصلوا من فئات أخرى مع فرقاء مختلفين، وبعدين عم نشوف تصاريح رسمية عم تطلع من ناس بتمثل هالرأي هيدا كمان. مثل مين؟
ساعه اللي بدنا نفصل بين حزب الله وحركه امل، ساعه اللي بدنا بندمج، ساعه اللي بدنا المجتمع الدولي بيفاوض مع الرئيس بري باسم حزب الله، ساعه بنقول لا انه انا ابو علي حسن خليل كان عبر. شفنا المواقف كيف كانت كثير واضحه وطلع من النائب علي حسن خليل كمان كلام مخالف كليا للمبادره اللي انطرحت قدامنا واللي حكينا عنها. طيب هذا شو من ترجمه قبيل اجتماع مع حزب الله؟ شو ما في تواصل بين حركه امل وحزب الله اطلاقا؟ يعني كل واحد بيشتغل لحاله. كمان بدنا ناخذ هالشيء بعين الاعتبار لنكون واقعيين، نحن مواقفنا ما تغيرت وما عطينا شيء جديد ولا قلنا شيء جديد. بس اذا واحد بس عم بيبحث تيلاقي حجه تيقول والله ليك في نائب المعارضه اعترض على المبادره، فاذا المعارضه هي بتنسف المبادره، شو نحن ناطرين تنشوف مين بده ينسفها قبل الثاني للمبادره؟ لا، مش هذا الهدف منه. الهدف انه قد ما فينا نحن، وبرجع بكرر، نحن تقدمنا خطوات عديده الى الامام، لكن اصرار الفريق الاخر على الشكل قبل المضمون وعلى فرض مرشح معين للتاكد وعلى محاوله تطيير المحاولات كلها اللي ممكن توصل لنتيجه عمليه وفرض واقع خارج الدستور واضحه صارت كثير. يعني قديش بعد بدها توضيح اكثر من هيك؟ نعم. طيب قبل ما انتقل لموضوع الجنوب، كنت بجوله شاركته، رحتوا على بريطانيا وفد نيابي بالاسبوع من اسبوعين، وحضرتك هلا كمان باوروبا. شو هدف هذه الزيارات الخارجية؟ هلا في عدة أسباب مختلفة، في مجموعة من النواب عم تعمل زيارات خارجية بعدة مواضيع لها علاقة بخطة التعافي وكيف يمكن لمجلس النواب أن يتفاعل مع خطة التعافي، ما هي الآراء المختلفة، كيف يمكن المجتمع الدولي أن يدعم لبنان، إضافة للوضع السياسي والأفكار اللي ممكن نخرج فيها من العقد اللي موجودة عندنا بلبنان، وطرح وجهة نظرنا. نواب يتلاقون حول أفكار يعني مماثلي كانوا عاملين هالمجموعة وعم يعملوا جولات. آخر واحدة منهم كانت بريطانيا بعد عدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة أيضا. هلأ كمان كان إلي زيارة أنا منفردة للولايات المتحدة، كمان عملت فيها لقاءات مسؤولين هوني. ومن بعدها كان مبارح من يومين كان عندنا مؤتمر حزب الشعب الأوروبي يلي نحن كقوات لبنانية شركاء معه لحزب الشعب الأوروبي، وكان في المؤتمر العام وكان في دعوة رسمية كنا عم نلبيها. هلأ أعضاء كيف يعني شركاء معه؟ يعني في عنا شراكة تعاون مع حزب الشعب الأوروبي، يعني وهني عندهم شراكات دولية مع أحزاب تتشابه مع أفكارهم وتطلعاتهم، وبصير في تعاون يعني بالدراسات بمواضيع متعددة. يعني بس عفوا لأنه أنا فعلا شو يعني أنه تشبه تطلعاتهم وأفكارهم؟ يعني عندنا فكر اقتصاد حر مثلا، فكر مسؤولية اجتماعية بالاقتصاد الحر، في عندنا فكر يعني السياسات العامة اللي ممكن تنرسم للاتحاد الأوروبي حتى نحن نقدر ندي رأينا فيها. هيدا الشراكة يعني مش العكس، يعني نحن بيصير عندنا يعني رأي ببعض الأمور اللي بتحصل على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأنه هو نواب على مستوى الاتحاد الأوروبي وبيشكلوا يعني منهم وزراء منهم نواب بعدة عواصم أوروبية ودول أوروبية بيجوا على المؤتمر هذا، لأنه حزب جامع لأوروبا مش حزب بس داخل دولة واحدة يعني. وهذا من ضمن التفاعل الحزبي على مستوى عالمي والعلاقات الثنائية الإيجابية. بيكون عندنا كمان رأي لموضوع مساعدات لبنان، كيف يمكن أن تكون سياسة أوروبا باتجاه لبنان وغيرها. وهذا كان عندنا على هامش هالمؤتمر هذا اللي ندعينا عليه، لقاءات مع عدة مسؤولين أوروبيين من وزراء لنواب بالاتحاد الأوروبي. كمان يعني من هاللقاءات كلها إذا بدك الخلاصات، كل هالدول عندها اهتمام إيجابي بلبنان وتنظر إلى طرق لدعم الديمقراطية واستقرار بلبنان، تهدئة الأوضاع وعدم زج لبنان بحروب وعدم توسيع الحروب بالمنطقة. كل هالأمور هيدي، ونحن عنا رأينا كمان كيف لازم تصير هالأمور بدون ما تكون على حساب أي سيادة لبنانية أو على حساب الاستقرار بلبنان أو الأولويات اللبنانية. يعني نشوف شو المصالح اللبنانية اللي ممكن تكون موجودة ومنجرب نحصل على قدر الإمكان من ما هو من مصلحة لبنان. واحدة من النقاط الإشكالية اللي كانت عم بتناقشها اللجنة الخماسية هي موضوع العقوبات. كانت عقوبات يعني العقوبات على من يعرقل انتخاب الرئيس. هل هذا الموضوع مطروح؟ هلا في قانون بأوروبا يسمح
لهذا الموضوع. الاتحاد الأوروبي أقر قانون من سنتين وشوي بيسمح لهم يفرضوا عقوبات على من يرونه ضليع بالفساد أو معرقل للرئاسة الجمهورية أو حتى بالعدالة، يعني يكون له علاقة بانتهاك حقوق الإنسان أو غيره. هلا ما طبقوا شيء من، يعني ما حطوا حيز التنفيذ على شخصيات او مؤسسات معينه، لكن هذا موجود ممكن يحصل باي وقت اللي كان، يعني حسب هني كيف بيقرروا. قصدي هل صار في نقاش معك انه صار في نقاش؟ لا انا ما دخلنا بهيك مواضيع لانه هذا شان بيرجع لهم هني، بس بهمنا كان النقاشات مثلا انه يكون في دعم للجنه تقصي حقائق بتحقيقات المرفأ لدعم العداله اللبنانيه وتحرير القضاء اللبناني من اللي ما هو يمنعه من القيام بعمله، أقله من ناحية انتهاك حقوق الإنسان. وكان في كمان نقاشات حول كيف يمكن دعم لبنان والجيش اللبناني تحديدا للاستمرار بتطبيق القرارات الدولية، ويكون في عنده قدرة الجيش اللبناني لبسط السلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية بشكل كامل. وكلهم كانوا يعني من إيطاليا لإنجلترا لغير بلدان بطريقة أو بأخرى عم بيدعموا الجيش اللبناني ومستعدين لإضافة هذا الدعم.